بسبوسة الفراولة الكيتو دايت. فراولة 1 كوب مجمدة أو طازجة، 1.5 كوب جوز الهند، زنجبيل رشة، ملح رشة، قرفة معلقة صغيرة، وبديل السكر نوع الكمية اختياري، بيكنج بودر معلقة صغيرة، قليل من الفانيلا، وبيض عدد 2. كل المكونات موجودة على الشاشة. بنحركهم جيد حتى ينسجموا. بنشغل الفرن من الأعلى والأسفل 180 درجة مئوية. نوضعها في الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة. يفضل تركها حتى تبرد تماما، ولكن أنا من شأن التصوير حقدمها هالقد. نوضع تزيين اختياري التزيين. كتير يا روعة، ممكن أيضا تعملوها باللوز المطحون. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.